أما لبنان فإننا نثمن قرار الحكومة اللبنانية بإنشاء فروع للجامعة اللبنانية في بعلبك الهرمل وعكار، المنطقتين الأكثر فقراً وإهمالاً في لبنان، وهذا قرار صائب، لأن مشكلة لبنان لا تكمن في الماء والكهرباء والمستشفيات والطرقات بقدر ما تكمن في العلم والوعي اللذين سيخرجان الناس من جهلهم وسوء حالهم، لأنهم قدسوا السياسيين ورفعوهم على أكتافهم بسبب الجهل المستحكم الذي لم يعد يدري معه المواطنون حقوقهم وواجبهم في محاسبة السياسيين الفاسدين الناهبين للمال العام.